50 عاما وهم يحملون على عاتقهم أغلى أمانة، وهي حماية سماء مصر. هم رجال لا مجال للتهاون في عملهم، صواريخهم دائما مستعدة تعلن عن جاهزيتها لأن تحيل السماء جحيما في وجه أعدائهم. خمسون عاما وما زال العطاء مستمرا لفرض الإرادة وحسم الانتصار. في 23 من يونيو عام 1969 أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا جمهوريا بتعيين اللواء أركان حرب محمد علي فهمي كأول قائد لقوات الدفاع الجوي، وسط موقف بالغ الصعوبة بالنسبة لهذه القوات التي كانت تواجه وقتها مركز ثقل العدو ممثلا في قواته الجوية. حمل القائد ورفاقه على عاتقه مهمة إنشاء وتنظيم قوات الدفاع الجوي، مهمتها الأساسية حرمان العدو من تفوقه الجوي ومن التأثير على أعمال قواتنا المسلحة وحماية المجال الجوي لمصر. قام القادة بدراسة العدو الجوي فسابقوا الزمن لتجهيز وتدريب أطقم القتال وتزامنا مع وضع خطط الدفاع الجوي عن مختلف الأهداف الحيوية بالدولة وإنشاء المواقع الحصينة على اتساع رقعة الدولة. وبدأ الرجال في بناء حائط الصواريخ، وتبلور الفكر في قيادة قوات الدفاع الجوي في وجهتي نظر. الأولى ترى القفز بحائط الصواريخ دفعة واحدة إلى الأمام واحتلال مواقع قتالية متقدمة دون تحصينات، مع قبول الخسائر المتوقعة لحين إتمام إنشاء التحصينات تحت حماية هذه المواقع، بينما ترى وجهة النظر الأخرى أن يتم الوصول بحائط الصواريخ إلى منطقة القناة على وثبات، وذلك بأن يتم إنشاء تحصينات كل نطاق تحت حماية نطاقه الخلفي فيما أطلق عليه أسلوب الزحف البطيء. ابتدينا نحط أول لبنة في سنة 70 لنصف أكتوبر في 73، وهو قرار إنشاء حائط الصواريخ في وثبات 3 بأسلوب سميناه وقتئذ الأسلوب الزحف البطيء، وتم ذلك في سرية تامة. وفي صباح 30 من يونيو عام 1970 فوجئت الطائرات الإسرائيلية المغيرة بالصواريخ المصرية تكبدها خسائر فادحة، ولم تستطع قيادة سلاح الجو الإسرائيلي أن تصدق أن حائط الصواريخ أصبح حقيقة واقعة. وهكذا سقطت هالة التفوق الإسرائيلي في يوم مشهود استحق أن تتخذ منه مصر عيدا لقوات دفاعها الجوي. واستمرت طائرات العدو في التساقط، وتهاوى معها الحلم في السيادة الجوية المطلقة، مما أجبر إسرائيل للإلحاح على الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف مذبحة الطائرات الإسرائيلية وتقديم مبادرة روجرز لوقف إطلاق النار. وخلال الساعات التي سبقت وقف إطلاق النار تمكنت قوات الدفاع الجوي فيما يشبه المعجزة من استكمال حائط الصواريخ الأضخم في تاريخ الحروب المعاصرة، وفقا للصورة النهائية التي كان من المخطط الوصول لها. وأمكن مضاعفة عدد القواعد المكونة لحائط الصواريخ، وامتد الحائط ليغطي بظله كل منطقة القناة ويفرض سيطرته التامة عليها. ملحمة تجلت فيها قدرات قوات الدفاع الجوي بإسقاط 326 طائرة وأسر 22 طياراً إسرائيلياً خلال أيام الحرب، ليصاب سلاح الجو الإسرائيلي بالشلل التام، وليستمر فرض الإرادة العسكرية للقوات المسلحة المصرية على جبهة القتال. وتتعاقب الأجيال فتتوالى الصفحات المضيئة
في سجلات الشرف، وتشهد قوات الدفاع الجوي في عيدها الذهبي الخمسين طفرة هائلة ترتكز على أحدث نظم التسليح العالمية في إطار رؤية استراتيجية شاملة تتبناها القيادة السياسية تحت شعار من يملك القوة يستطيع أن يحافظ على السلام. تطوير متلاحق شمل منظومة الدفاع الجوي بدءا من عناصر الاستطلاع والإنذار المزودة بأحدث أجهزة الرادار والمدعمة بعناصر المراقبة الجوية بالنظر على طول الحدود والسواحل المصرية، وصولا إلى تحديث منظومة الصواريخ المضادة للطائرات. والمحمولة على الكتف. وكذا المدفعية المضادة للطائرات لتصبح أكثر فاعلية في التصدي للعدائيات الجوية ومجابهة أعمال الإعاقة الإلكترونية. وحفاظا على أرقى درجات الاستعداد القتالي، تولي قوات الدفاع الجوي اهتماما بالغا بتدريب الفرد المقاتل داخل الوحدات، وتنفيذ العديد من المشروعات التعبوية والتكتيكية والبيانات العملية، تلك التي تنتهي بتنفيذ رماية الصاروخية بالذخيرة الحية، والتي تحرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على حضورها لتشهد مدى ما وصل إليه الفرد المقاتل من كفاءة واحترافية في تنفيذ المهام الموكلة إليه. وتتوالى إنجازات قوات الدفاع الجوي عبر تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لاكتساب الخبرات والتعرف على أساليب التخطيط والعمليات في هذه الدول. وكان آخر هذه التدريبات التدريب المصري الروسي المشترك سهم الصداقة واحد، والذي تم تنفيذه لأول مرة بجمهورية مصر العربية في نوفمبر 2019 بأطقم قتال مشتركة من الجانبين، واختتم بتنفيذ رماية متميزة بالذخائر الصاروخية الحية، مما يؤكد احترافية مقاتلي قوات الدفاع الجوي المصري وقدرتهم على استيعاب التكنولوجيا الحديثة. وللوصول لأرقى مستويات الواقعية في التدريب بتنفيذ الرماية بأنظمة مختلفة المديات من الصواريخ المضادة للطائرات لأول مرة خارج ميادين التدريب في تناغم كامل مع مقاتلات القوات الجوية والأسلحة المشتركة، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وضيوفه من زعماء وقادة الدول، وذلك ضمن فعاليات المناورة الاستراتيجية قادر 2020 التي نفذتها القوات المسلحة المصرية في قاعدة برنيس العسكرية. ويتواصل عطاء قوات الدفاع الجوي من خلال منظومة تعليمية تبدأ بكلية الدفاع الجوي، إحدى أهم قلاع العلم العسكري في الشرق الأوسط وحجر الزاوية في تأهيل أجيال متعاقبة من خيرة ضباط العسكرية المصرية. وتكتمل المنظومة التعليمية بمعهد الدفاع الجوي كمنارة تمتد أشعتها للدول الشقيقة والصديقة بتأهيل الضباط للحصول على الفرق الحتمية والدراسات العليا، واستمرارا للمحافظة على الصلاحية الفنية لمعدات الدفاع الجوي. فقد شهدت ورش الصيانة مرحلة جديدة من التطوير من خلال القيام بأعمال الصيانة المختلفة وإجراء العمرات اللازمة للمعدات بسواعد أبنائها من المهندسين والفنيين المؤهلين على أعلى مستوى بالإمكانيات الذاتية، عوضا عن تنفيذها بالخارج ترشيدا للنفقات. ولا تألو قوة الدفاع الجوي جهدا في الحفاظ على الروح المعنوية العالية لأبنائها المقاتلين، حيث تقوم بإنشاء معسكرات الإيواء الحضرية بوحداتها المنتشرة في ربوع مصر، هذا فضلا عن عدد من دور الدفاع الجوي للترفيه عن الضباط وأسرهم. ومن أحدث هذه الدور دار الدفاع الجوي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ودائما وأبدا تفاخر قوات الدفاع الجوي بخيرة أبنائها
فلا تنسى شهداءها الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الدفاع الجوي عرفاناً بما قدمه هؤلاء الأبطال. وتمضي مسيرة نصف قرن فتزهو الأمة بما وصل إليه حماة السماء المصرية من طفرة تسليحية وكفاءة قتالية ليؤكد الرجال قدراتهم الفائقة على مواجهة التحديات والعدائيات. فهم رجال يملكون القرار بفرض الإرادة وحسم الانتصار.